شو حال جايين، شوفوا شحال جايين. خويا اليوم خويا اليوم كي غن طيب هاي يلا كول يلا كول هات فنفش كول دم كيبانو لي لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي حنا البارح السبت راكم عارفين كنا مسافرين افران كناس جينا المهم اليوم قررنا نديروا واحد لا فيديو اللي هي زوينه بزاف ومن احسن لي فيديو اللي من نوع ديال الفيديو اللي كنبغيو حنايا واللي كتعجبنا بزاف جبنا معنا لي كروكيت هنايا ديال الكلاب وغادي نعطيوهم الكلاب ديال الزنقه عندنا واحد البلايص هنايا شويه بعادين على الدار وغادي نحطو ليهم بحال هكا لي كروكيت راكم عارفين دابا وقت البرد كيكون فيهم الجوع ومساكن ما كيلقاوش ياكلو كيمشيو ياكلو غير من البركه حاشاكم داكشي علاش قررنا انا والسي الحاج نجيبو ليهم لي كروكيت ونفرقو عليهم وان شاء الله غنبقاو نديروها كل مره نعاودو نديروها باش حتى هما مساكن راه فيهم اجر كبير كبير عند الله مازال مشاش كيمشيو يدخلوا للديور بحال اللي قلت العادل دابا مشاش كيقدروا يدخلوا للديور كيدخلوا الاقامات هكا كيعطيوهم الناس المش كيقدر مثلا ينقز لوسط البركاسه كياكل يمشي يدخل شي دار كيعطيوه فرماجه حدا الحانوت خصوصا دوك اللي كيكونوا حدا الحوانت الناس كيدوزو كيشريو لهم دوك الطاسات وهادي لكن ما عرفتش علاش زعما علاش زعما شنو علاش هاد العنصريه وي اما يعني الكلاب الكلاب صراحه راه واحد ما تيشري لهم شي حاجه عندهم مقدس يعطيه والكلب عندهم بحال كيشوفوا شي حاجه المهم انا بطول عطيو بعدا هنايا كاينين بانوا لي جوج العلم انا عزيز عليا الكلب اكثر مني عادي تعجبو الكلاب اكثر فرحان عادي كاينين هنا جوج ياك نحطو لهم على جوج كاينين تما وراه هما كاينين تحت انا عارفهم هنا فين كاينين الكلاب فين كيكونوا شوف عزازين عليه الكلاب راه ما فيهم ست فين راه واحد فين غادي يشتي يلا واخا انا بط نعطيهم وهانتوما معايا مسكين جيتي ياكل يا حبيبي الاخر باقي ما جاش يا ملوشيا كيحسب لها بحال القروده ديال البارح هذا بنيتي راه يقدر يدور فيك في اي لحظه في اي وقت دير لك هم سيري كتقولي اوف باش نعطيو يا ملوشيا ديري لهم غير باي باي راه ما بداو تياكلو سيدي يا بنتي راه ما يمكنش تهبطي عندهم راه الاخرين جايين انا درت لهم عريرمات بزاف اش كيدير ماشي بحال على الاخرين على الاخرين اي جاو الراس هذوك تحيت تيخافوا انت تحركي الطوموبيل شوف 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 شحال جايين شوف شحال جايين خويا اليوم خويا اليوم كي غندير نخوي اليوم هاك صور شوف شحال جايين صغي كروني بلاتي نخوي لهم راه ما تخافوا ما يدوني لا راه تردي البال من ديك الكبير من هذا هاي هربوا لي كبير هادي شحال عزيزين عليا الكلاب سيليا تتبكي قالت لك تهبط عندهم سيليا بنتي الله يهديك فين كيتسناو كيكا شحال من واحد كيتسنى شي خمسة ما بغيت نخفت تما حطيه تما بشوية عليك تيبخلوها بشوية
هذيك هي مومي هي اللي والو. غادي نمشيو نشوفوا ماكله القطوط، ماكله القطيطات، واخا سي عادل ما تيحملش القطيطات، انا اختي كنموت على القطيطات. ما عندكش معاهم، ما كتبغيش تربيهم، حتى التربيه عندك وما كيبغيش يربيهم. انا كنحمق على القطوط، بغى ربي قط ما خلانيش. ايوا المهم نمشيو نطلعوا البيم نشوفوا ماكله القطيطات حتى هما. شوف كبير السينيال ودار معاك، كون درتي دابا كون عطيتيه. وي كون قصتيه. هذا ما خلق الله، هذا ما خلق. كيف ما قلت لكم نمشيو لا شي القط كيدبر على راسو كيف ما كان. حيت واخا هكاك الناس ما تيخافوش من القطوط بزاف، ولكن تيخافوا من الكلاب. بصح ورانا وخفت منهم دابا، هما مساكن ما كيب فراسكم راه حتى كنتحركوا بحال هكا عاد كيجيو ياكلوا كيخافوا منا وحنا خايفين منهم. وانا خايفه منهم والله العظيم. مشيو للبيم نشوفوا ماكله القطيطات ونقلبوا على قطيطات بحال هكا، فيما بانت لنا شي قطه هي نحطوا لها شويه ديال الماكله. المهم الانسان يدير غير شويه غير شويه ديال الاجر في النهار ديالو، راه احسن نهار هذاك والله العظيم، احسن من انك تدوز النهار غير كتاكل وكتشرب وكتفكر غير في راسك. وهانتوما معنا شوفوا مساكن الكليبه، تجينا دزنا من حداهم اللي سبقناهم هما الاولى. كيشوف عادل تيقول لي مساكن كلاو الكروكيت، مساكن كلاو الكروكيت، خصنا صافي نوليو نجيبو ليهم شي ما حدهم كلاوها عادل، كل مره نجيبوها ليهم مساكن ان شاء الله كلاو الحسو الارضي. حيت راه قلتها لك هما كيخافوا منا، هي كنتحركوا كيبداو ياكلوا. ادو الساعه عند صحابنا الاخرين، اللهم صحاب من الكلاب ياك. واقولها انت اصلا كتقول الكلب صديق وفي. حنا غاديين تندورو تنقلبو كلاوهم 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 كلاوهم، مشاو ليك خوكيت كلاوهم. كنشوفو زعما واش كلاوهم كاملين باش منين نجيبو ليهم نجيبو ليهم تاني نفس النوع. ايوا شتي مساكن هادي الفراح تحمق على الكليبات. دابا عادي لكو كانت عندك الامكانيات ما ديرش شي سميتو شي بلاصه فيها غير هاد الكليبات هادو ديال الشارع جمعهم كاملين. اه ويداوو ويبقاو عايشين ياكلوا ويشربوا، من احسن الخير اللي يقدر يديرون يديروا الانسان، ويكونوا الناس يدير بيبليسيتي بحال هكا باش يكونوا الناس اللي كيبغيو الكلاب واللي كيبغيو الحيوانات اللي كيبغيو يعاونوا الحيوانات يكونوا زعما فاعلين خير، حتى هما يجيو يتعاونوا يجيبوا لهم الماكله فهمتوني، من احسن الحاجات اللي يقدر يديرهم الانسان الصراحه. بصي هذه الفرحان كلاو لي خوك قال لك شتي خصك دابا كل نهار الحد خصك دير لهم دوره ديال الخوك ضروري كل نهار الحد ان شاء الله الزردة ديال الكروكيت. الا ما شفتيش ليهم الكروكيت جيبو لهم شي حاجه اخرى. لا نقدر نعيط للدري صاحبي ديال الدجاج. اه دوك لي كاركاس ديال الدجاج غادي جاي يديرو لك ياكلو. اه حتى هما كلاب حد جاي ان شاء الله نجيبو لهم لي كاركاس كلاب ديال الزنقه. وانا راه عندي روكسي عندنا حنايا وراك شتيها بعد ما تاكل لك الكروكيت وبعد ما بات يعني حال عقل. ولكن المهم حنا دابا جينا لميسو هلا هادي لا 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 رجع 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 شي كتهضر نسيتينا. نمشيو ناخذ منه لي كوش ديال الناس الكبار وغناخذ شي حاجه اخرين. كانت مريضه البارح جينا من افرال ومكناس جات داكوغ وجات مسكينه مريضه عيانه صافي استقنا اليوم بالدويات وتنجريو للطبيب ولكن هكاك وجاتنا الفكره ديال الكليبات خصنا نعطيوهم هكا لي كروكيت. قلت لها عادي نقولوا بسم الله صافي وخرجنا معاهم. كلهم فيهم الكدود. علاش؟ هي علاش ما قلتلكش فيهم؟ علاش؟ مالها؟ عمرك تعطي للمرأة بضهرك. علاش؟ سولي المرأة سولي العيالات. علاش قلتي هاد الشيء وانا سمعتوش قلتي هاد المرأة انا سيفهمها غلط. شنو قلتي لي البارح؟ قلت لي صافي حبيبه ديالي ما حدنا اليوم خرجنا وتسارينا ودابا من 5 الصباح حنا خارجين ودخلنا للدار حتى 10 الصباح. غير نتغداو ونعس دابا الغدا راه طاب طفيت على الطاجين وخرجنا نفرقوا على الكليبات عاد باش نرجعوا نتغداو. دابا الربعة حتى جاي نعس. المهم حنايا خديت لي كوش ديال نوفا. ايوا خديت
ماكله القطيطات بحال اللي قلت لكم، راه خديت بزاف. كما كيبانوا لي راه يعضك. خوي داك الشيء خوي راه غيجي. عندك تصبريش عرمو. لا ولكن حتى الاخرين ساكن الساهل. ايوا صافي هي سالينا لي كروكيت اللي عندنا للكليبات، وسالينا الماكله اللي عندنا للقطيطات، ودابا نقولوا بسم الله نرجعوا لدارنا نمشيو نتغداو اسيدي. نشاركوا معكم الطويجين، واخا الطويجين على قد الحال، بلا ما دخلت انا شي زعطوطه تبقى تقول لي شي حنيقيزه تبقى تقول لي صافي شوف راه داكشي على قد الحال. طويجين فيه الحيمات، شويه البرقوق، بيضات مسلوقين وبصيله، والله يجعل البركه والحمد لله. ها كورسيليا هذا اللي غيدخل يهضر، علاش انايا خاصني ندير وليمه وتشيط واللوحه؟ اه كنديرو حدو قدو باش ما تخسرش الحاجه وما يكونش طياح. حدو قد داكشي اللي غياكل داكشي اللي كاين، وهذا الشيء ما كان. تهلاو لي فراسكم وخليكم حتى نوصلوا للدار باش نشوفوا الطويجين ديالنا وغديوتنا المتواضعه، ماشي المتواضعه، المتواضعه. عقلوا على هادشي، هانتوما معنا. نجي نشارك معكم غديوتنا 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 هيا غديوتنا. نجي كيف ما قلت لكم
بني عندي اليوم صبحت نقيه، اصلا البارح خليت الدار مجموعه زعما الجميع العادي الى الكوزينه. انا ما كنديرش لهداك الحكان وداك الشيء حيت غنبداو ان شاء الله في اقرب وقت. المعلم راه جا خد العبارات وكل شيء، غنبداو في اقرب وقت باش نحيد الكوزينه نريبها نقاد الامور ونصايبها. وخليت المساعده البارح مسكينه السيده خليتها مع ماما بقات معاها باش زعما ترد ليا لها البال. صراحه والله عمرها دار وردت ليها البال وطيبات وكلات ماما وعطاتها الفطور عطاتها الغداء كتهز لها راسها هكا بالمخده منين كتبغي تكا عاوتاني كتكيها. ومسكينه هكا ما خلاتهاش خاطرها جمعات لي الكوزينه ودابا صاب واحد الحكه للكوزينه ولات كضوي. حيت انا الصراحه ما كنحكهاش، كيقول لي غادي ما تضربيش فيها تماره خليها هكاك راه داكشي كله غيحيد اذا ما تسوقيش ليه. كندير غير داك الميناج خفيف ديال مسح 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 وصافي، ما كنضربش ديك التماره ديال الحك. وهادي صالقيت من الدنيا الصراحه، نقاتها كامل الدار كلها تشفات كلشي تنقى كلشي رجع كيضوي الله يعطيها صحيحتها والله يسهل عليها يا ربي. صافي دابا غنحط لهم يتغداو، ماما غادي نغرف ليها تغدى في الطبيصيل حيت عادل ما كيعرفش يجلس ليا الارض. ما كنقدروش نتغداو مع ماما في البيت، انا كنعرف نجلس الارض عادي لا. حنا غنتغداو هنايا في صاله ماجينا وماما غادي نغرف ليها في الطبيصيل باش نحط لها غديوتها. وتهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك احبابي، بيزو كبيره ليكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان هاد الفيديوهات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ويعجبكم هاد النوع من الفيديوهات. عادي نحبس حبس عادي، كنتمنى انه يعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات حيت فريمون واحد النوع ديال الفيديوهات اللي كنحماقوا عليه وكنبغيوه وكيعجبني انا فراسكم. انا راه اصلا النهار اللي درت القناه درتها على اساس ان هاد النوع ديال الفيديوهات هما اللي بقاو يتحطوا فيها، ولكن ما كنلقاش تفاعل، ما كنلقاش اقبال باش زعما نبقى ندير غير هاد لي فيديو هادو. الناس كيقول لك دير لنا فلوغات دير لنا روتينات هذه الو، ما كنلقاش واحد التفاعل ولا واحد الاقبال باش نبقى ندير غير هاد لي فيديو هادو. الا بغيتوا بحال هاد لي فيديو دائما قولوها لي في لي كومونتير. ومرحبا الف مرحبا وتهلاو لي فراسكم. عادي واحد الكلمه عادي رجعت تخشى من نتغدى شي كلمه بونوي ديال النعاس دابا. يلا نوض تغدا باش نعس. يلا دابا غنحط لهم يتغداو باش يمشي يتكي يرتاح حيت مسكين الصراحه عيا البارح راكم عارفين الطريق وبزاف ديال الامور. فيق من 5 د الصباح وما نعسناش بالليل مع سيليا جات عيانه. ايوا راكم عارفين الباقي. تهلاو لي فراسكم بصح كبيره، ما تنساونيش من اللايك ما تنساونيش من لي كومونتير. باي.